وبعدنا متابعين اكيد ضمن فقراتنا الثابته نوصل لفقره اجريكولتور وبدنا نرحب بوائل زيدان. هاي وائل، مرحبا، كيفكم؟ كيفك اليوم؟ شو اخباركم؟ تمام، ماشي الحال، يعطيكم العافيه. شو محضر لنا اليوم؟ اليوم من اجواء الكريسماس جايبين اكثر بلانتس نستعملهم بالكريسماس، اللي هي المسلتو او الدبق او الهديل، والبوانساتيا او الكريسماس فلاور اللي بنستعملهم للزينه. هلا البوانساتيا بحب احكي عنها دائما، اجمالا بنشتريها بنستعملها بالكريسماس، بنزين فيها شوي وبعد فتره بتموت وبنكبها ما بنستعملها. كانها بتموت وقت اللي بيخلص كريسماس. صح، على القد، لانه هي بتنحط، بس نحطها جوا نحن اول شيء بتاخذ حراره كثير، او اذا حطيناها حد الشباك بتاخذ برد كثير، فجوات البيت ما رح تكون كثير مبسوطه. هلا احسن وقت ننقلها هي وقت نخلص من الكريسماس، بنقص لها الفلاورز من فوق او بنخليها توصل لارتفاع تقريبا نشيل ثلثها يعني. رح شيل وحده بس. اوكي. قلبي معه، حبتها كارلا، ما غرامي انا. اي لاف اي لاف. بنشيل وحده بهيدا الطول، بنخلي يعني تصير الثلثين تقريبا تبعولها، وبنقلب الشتاء اهم شيء انه بكون الشرش نايم يعني، يعني بس نخلص من فتره الكريسماس وبنحطها برا. وسنت جات رح تعمل زهره عن جديد، فنرجع نحطها جوات ال جوات يعني الفوق. هي اثبت مثل ما انت حضرتك عم تشرح، اثبت قبل ما تموت نحن نقصها. صح. هيك نحن كل ما بس ما ننقل الشغله بننقلها من محل لمحل. اذا تنتبهوا كذا مره بالحلقه عاملينها، بنشيل الورق التحتانيات، بنخلي كم ورقه من فوق، هيدي الشغله بتخليها تصير تركز انه تكبر لتطلوع، وبلس بتصير تاخذ ضوء اكثر لتحت وتكون كثير مرتاحه لتعمل شروش اكثر. فاجمالا الشحاله هي دائما بتعطيها البوش للنبته، وبلس دائما بنحط لها كومبوست يلي هو بيقوي الفيرتيلايزر تبعولها يعني، حتى تطلع وتضل بهذا اللون. اذا ما نشوف بصير لونها بلش يصير لونها افتح، بلش تتغير، وهي عن جد حرام يعني، شتله كثير حلوه شوي شوي بتموت. 100%. فيها نرجع نحطهم يمكن بالماي بالبو، نرجع نزين فيهم، لانه اصلا اللي بنقصهم اللي بنقصهم روحها قصيره، نرجع نستعملهم اكيد ونحطهم بالبو بنزين فيهم، نحطها فيها نعلقهم نعملهم بوكيه. اوكي، وات ايفر. المسلتو كيف رح المسلتو هي في عندنا منها كثير انواع. هلا في اذا شايفين النوع الاحمر يلي بنستعمله نحن اكثر شيء، بشو بكون مبين عندنا، بكون عامله ببوكيه، بكون معلقينه اجمالا فوق، اذا كان صبي واقفه تحته، اذا حدا شاب قرب قال له انه اذا بدي في بوسي اجمالا ما فيها تقول له لا، بتكون هي جود ساين انه بتتزوج سنت اللي بعدها. بتستعمل كثير بالكريسماس، وهيدي المسلتو هي اتس ليجندري بلانت، هي اساطير كثير وكثير قديما بتستعمل، والسبب الرئيسي تبعه لانه هي سمي باراسايت يعني مثل طفيله بتعيش على شجره ثانيه. اوكي. والحلو فيها انه كرمال هيك الازواج بيصيروا تحت صح. المسلتو، ومش بس هيك، والكثير مهم فيها كمان انه الفروت تبعولها الفواكه يعني بتطلع بالشتاء عكس كل النباتات الثانيه، فهي بتمثل القوه. فهي بكثير الحضارات القديمه يعني عند السلتكس فور اكزامبل كانت علامه الفيرتيليتي وعلامه القوه، مرقت بكثير حضارات لحد ما وصلت كمان بالكريسماس ودخلت ضمن التراديشن تبعولنا. اوكي. هلا الطريقه اللي بتطلع فيها هيدي بالطبيعه شيء كثير حلو، وهلا بنشوف فيديو كمان عنا في عصفور اسمه ذا مسلتو بيرد. صح. مسلتو بيرد. هلا بنشوف. يلا بنحضره سوا وبنكمل حديثنا. اذا مثل ما بنشوف، نعم، هي فيها من جوا ماده دبق، فهذا العصفور بحب ياكلها. احمر من جوا، حسب نوع البلان. لا شكلها بيضه. هلا هي من جوا بتجي دبق ابيض. فالعصفور هذا بحب ياكلها لهيدي البلان. هذا بياكل منها. عم العصفور انا. صح، العصفور بياخذ هيدي الدبق من قلبها للبلان وبيعملها بروسيسنج، وبيرجع وقت يطلعها مثل ما بنشوف هلا. هي فيها لانه كثير دبق وستيكي، فبيقدر يتخلص منها، بحطها على جذع الشجره هو، وهي بتعلق بين يعني الغصن وبرعم صغير. إيه؟ وبهالطريقه بتنتقل وبتطلع على الشجره الثانيه. كمان عم اقول لكم هي سمي باراسايت او طفيليه، لانه بتستخدم شجره ثانيه مثل ما بتشوفوا هلا. وقت تتلزق بلش يطلع منها برعم. سبحانك يا رب. وشوي شوي بتفوت بالجذع هي، وبتعمل الشرش تبعولها، وبتصير عايشه عليه، وبتعمل شيء كثير كبير يعني. في شجر بيوروب لتسي بيكون كثير كبير يعني، لانه عندهم فورست هونيك. صح، مقصوصه من شجره، وهيدي بلس الميديسنال افكتس تبعولها كثير نبته طبيه مهمه بالاخص باوروبا. شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ عندها خصائص مهمه للكانسر، اثبتت علميا. مثلا هيدي البلانت بيستعملوها لنقول باشياء ميديسنال، بس ما في دراسات كثير حولها ليثبتوا عنها شيء. جماليه اكثر. صح، هيدي درسوها اكثر واثبتوا انه بياخذوا منها اكستراكت من الاوراق ومن الفلاورز ومن الفروت. نعم. واجمالا بالشتاء بيكون هي نبته سامه على فكره، ما بنقدر نستخدمها بطريقه عاديه. اوكي. ففي كيميكال بقلبها اسمه لاكتين، هيدا هو اللي بيفيد كثير للكانسر، بيقتل خليه الكانسر او بيعمل انفلوب حولها. واو. وبيقتلها كليا. صح. هلا طريقه الزرع تبعولها هيدي على فكره سهله، يعني اذا ما شفنا الزراعه كلها كبدايه، اذا بتعرفوا كيف بلشت، الانسان صار يقلد الطبيعه، يشوف شو عم يصير بالطبيعه وبيعمل نفس الشيء وبلش يعمل اكسبيرمنت. فنفس الموضوع، مثل ما انه هيدي البلانت هي بتطلع مثل ما قلنا طفيليه على شجره ثانيه، مثل ما عمل العصفور بنشيل نحن البلانت. نعم. هلا انا ما معي شجرتين، لتس شجره تفاح او شجره جوز،
من بدك الطعامه انت هون صرت من نقي محل اذا ببين معنا بالكاميرا هون اذا ببين معنا بالكاميرا من نقي محل يكون في زاويه او يعلق في شيء وبنكبسها يطلع منا الصمغ لبرا بهالطريقه وبنحطها هون بنفركها مزبوط بطريقه حتى لما انه اهم شيء نشيل القشره على فكره عنا كمان نعم اوكي يعني الزوم من جوا المهم يلزق على الشجره تحطيه لحالها بتلزق نعم وسنتجه بتعمل مثل ما شفنا على التي في مثل ما شفنا على الكاميرا قبل شوي بتعمل هي شرنقه حولها بتطلع اول بلوسم وبتكبر وبتصير ورقه وبتعمل بترجع اخر شيء مثل هيدا الشيء اوكي كيف ترجع بتزرعها هلا هي هلا هي بتطلع لحالها اول شيء هلا في طريقه ثانيه نحن بنقدر نزرعها كمان ببو عادي هلا مثل ما قلت لكم انا جبت معي النوع الاحمر ومعنا هيدا هلا هي قديمه شوي بس اكيد بتنفع يعني بيطلع منها منا مقصش حالي اكيد هلا اذا بتعرفوا بطريقه الزرع في عنا اول شيء الهاردوود اللي هو قديم والغصن السامي هاردوود يلي هو طلع السنه الماضيه والسوفت وود يلي طلع السنه فنحن اذا بدنا نقص في عنا كذا طريقه لنستعمل هذا الشيء احسن طريقه برايي ناخذ من السامي هاردوود يعني الخشب اللي بعده سنه الماضيه طالع واللي طالع منه وحده جديده فبندور على وحده بنلاقيها مثلا فور اكزامبل هيدي هيك صايره اذا بنطلع هون هيدي فيها سامي هاردوود بعده منه قاسي كثير اذا ببين يعني صار لها سنه صح وهيدي هون اخف وهيدي اخف اللي بنعمله نحن مثل كل بلانت مثل ما قلنا بنشيل لها كل ورق تبعولها اوكي ومنخلي اثنين او ثلاثه قد ايه بيصير كبره لسنه الجاي تقريبا؟ ما بعرف قد ايه للصراحه تقريبا بس انه المفروض تصير قد هيك ومع الوقت بتصير تمتد يعني هي بتعبي الشجره كلها اجمالا حرزان هلا كثير مهم انه نستعملها او عسل نغطها بالعسل اوكي او في ماده خصوصي كيميكال هي بتخلي الشروش يطلعوا اسرع وبتحفز الشرش يطلع ليه العسل؟ العسل لانه العسل هو بيعمل مطهر اول شيء لانه نحن بس نعمل اصلا قصه عم نعمل ما هي مسميناها عم نعمل لها شوك فبيطهرها اول شيء ما بيخلي ابدا بكتيريا بيلزقهم كمان مع بعضهم صح وبلس العسل فيه مينرالز واشياء بتفيد البلانت على المستوى البيسك تقدر تمتصهم بسرعه مثل الموجود الكيميكال اللي بالسوق يمكن اخف شوي العسل هذيك في اشياء اقوى بكثير بيكون طبعا بس العسل انا بحب استعمله بصراحه وبيعطي نتيجه يعني بيعطي نتيجه واهم شيء نحط فيه نحطها دايركتلي بالمي او ببو مثل هيدا نكون حاطينه مي منيح حبيت اجمالا كل البلانتس اللي نعمل هيدا الشيء بس انه بدها شويه عنايه هلا اذا ما بدها بيل طويل وعنايه ووقت اختبارات صح بدها وقت هلا وقت نحطها بهيدا اجمالا اذا ما نحطها بالمي فين نحطها بالمي بس على فكره نخلط عسل ومي او مي مع هيدا اللي بيطلع الشروش بس ضروري كثير يكون في عتمه من تحت ونقطع الهواء كليا من فوق بدك تحطها شو بتعمل بتسكرها اكيد لازم نونا بنخلي تاخذ هواء من فوق يعني بنسكرها بالطريقه بس انه بالتراب هي اوريدي صارت النتيجه بس انه ما نحط لها مي دائما ما نقدر نشوف شو عم بيصير 100% بس انه مبدئيا لازم يمشي الحال وائل هذه جوات البيت بتعيش عادي ما عندها مشكله ولا بدها برا بتعيش جوات البيت بس انه افضل كمان نحطها محل ياخذ ضوء لانه بحاجه لضوء هي نعم ومثل كل البلانتس التانيين ما بنسقيها مره بالجمعه مبدئيا ما بدها اكثر من هيك لانه مثل ما بتشوفوا هي معلقه بتكون صح حلوه هيدي اللي اسمها هو ولا في نوع ثاني اللي بيكون اكبر هيدا النوع الثاني الابيض اللي هون هيديك بنستعملها اكثر للتزيين شفناها هلا على الكاميرا اللون الاحمر يلي مثل هيدي الفروت تبعها هيدي اللي عم بسال عنها الحمراء صح هيديك بنستعملها هي المستعمله اكثر كزينه ما لها كثير خصائص طبيه مثل هيك كمان حبيت احكي اكثر عن هيدي لانه لها خصائص طبيه كثير مهمه فبس انه اثنيناتهم له نفس الاسم في كثير سبيشيز منهم يعني باستراليا بس في اكثر من 90 سبيشي منها لهيدي البلانت يعني عم لاحظ وائل انه ما بقى في شيء مش موجود عندنا بلبنان كله صار فينا نزرعه أكيد كله صار فينا نلاقي موجود عندنا بيساعدنا والمناخ كثير بيساعدنا وبدنا بس شوي نحن نصير يعني نحب هيدي نعمل ريسيرش كمان نشوف صح نجيب صح نستورد نزرع مزبوط يعني الفرايتي الموجوده بلبنان اول شيء كاساس هي كثير 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 كبيره وبلس الفرايتي اللي بتقدر تعيش بلبنان كمان بعد كثير كبيره وفي في 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 بروف على هيدا الشيء يعني عايشين ومرتاحين وكثير تمام الاي يو بي اكبر اكزامبل الموضوع وائل ما نتشكرك كثير بش شوي المسلتو والكريسماس كمان فلاور ثانك يو سو ماتش ويعطيك الف عافيه نحن كثير استفدنا مش شوي واكيد في مشاهدين طبعا حبوا كثير الفقره